الأجواء دائما ستبقى مشبسة تماما بالمدن الساحلية، لكن بعد تلاشي ضباب خفيف سيميز صباحة الغد. السواحل الوسطى تمركز لسحب كثيفة، هذا على المرتفعات الداخلية مرفوقة ببعض الأمطار أرادية بمرتفعات الأوراس. نفس الأجواء فيما يخص منطقة الثورة، أقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسلي، لكن تبقى سحب كثيفة سفلى بدون فعالية. درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال هذه الليلة ولصباحة الغد تتراوح ما بين 22 إلى 28 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 30 بشمال الصحراء. نفس المقياس بأدرار، إن صلاح، أقصى الجنوب الجزائري 25 بتمنراست، جانا 29 درجة، فيما يخص إليزي 29 درجة بورقلالي، تقارب 32 درجة بمدينة تندوف. ظهيرة الغد بحول الله سيكون في نوعا ما تراجع لدرجات الحرارة القصوى، 40 درجة فيما يخص غليزان، 34 درجة بتيزي وزوز، 34 بقسنطينة سطيف، 39 درجة بباتنا، 38 بتبسة، 33 بعنابة سكيكدا، 34 درجة بالجزائر العاصمة، 36 بوهران مستغانم، 39 درجة بتلمسان، لن تتعدى 45 درجة بشمال الصحراء، 44 بأدرار، 43 درجة بإنصلاح، 37 بطرنرس الجناتي، تقارب 46 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، فالبحر سيبقى قليل الاضطراب محليا، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية، 20 كيلومتر هذا على السواحل الشرقية.